calculation. إذا فكرة الـ Pair Unit Calculations أحياناً أنا أسهل لي عشان أقارن بين شيء وشيء تاني إني أقسم على رقم معين. هذا بنسميه بالهندسة بشكل عام أو بالعلوم بشكل عام Normalization. مين حكى Normalization؟ وين بتعرف Normalization؟ أخذتها بالتوبكس حكينا عنها بالتوبكس. Normalization معنى كلمة Normalization انه انا مش من العدل اني اقارن قيمة في مكان مع قيمة تانية في مكان، لانه ممكن هذه القيمة موجودة في بيئة مختلفة عن القيمة اللي موجودة هون. فمثلا ايش احد الامثلة على normalization؟ مثلا per capita GDP gross domestic product اللي هو الناتج الاجمالي القومي لبلد. اعدل اني بدل ما اقارن GDP لبلد مع GDP لبلد تانية ايش اقسمه؟ ايش بير كابيتال؟ للنسمه، لكل نسمه. فبنيجي نقول مثلا البلد الفلاني مثلا اجمالي الناتج القومي مقسوم على عدد الافراد مثلا 80,000 دولار فرضا. بلد ثاني مثلا 5,000 دولار. بلد مثلا 13,000 دولار مثلا لكل فرد. فبقدر اقارن مستوى المعيشه بين البلاد. لو انا جبت لك الجي دي بي لهذا البلد والجي دي بي لبلد ثاني راح تقول لي ما له معنى، ما بعرف، ممكن يكون منيح ممكن مش منيح. بس هاي بتعطيني ايش؟ مستوى المعيشة أو ستاندرد ليفينج، بقدر أشوف الكواليتي أوف لايف. إذا عملنا نوع من النورماليزيشن، نفس الشيء راح نحاول نعمل أو شائع جدا في الباور سيستمز إنه نعمل نورماليزيشن. السبب إذا بتتذكروا إنه كان عندي أنا مثلا هون فولتج سورس حطيناه هون على محول. هلا اضطريت هون أي تحويل بدي أحوله من هون لهون، إيش كنت أضطر أضرب؟ اضرب في A سكوير او اضرب في A او اقسم على A سكوير او اقسم على A، وصار الفولتج عندي هون في فولتج مختلف عن الفولتج اللي موجود هون. لو جينا مثلا على سؤال زي هيك فرضا، وحتى هدول المحولين نفترض انه مش الA مش نفس الA لهم، مش الA ارتفاع والA نزول نفسها، فعندي هون A مثلا 1 ل 10. ايش يعني 1 ل 10؟ هل هذا ستيب اب ولا ستيب داون؟ ستيب اب. ستيب اب. اذا A هون عندي 10 مضبوط؟ ويجينا هون ردينا نزلنا، بس نزلنا بنسبة مختلفة، نزلت 20 لواحد. قديش A هون؟ 20. هذا صار ستيب داون. وبعدين رحت عند الكونسيومر، في لود للكونسيومر المستهلك واعطيته لود. الفولتج هون مختلف عن الفولتج هون مختلف عن الفولتج هون. الامبيدنس هون مختلف عن الامبيدنس هون مختلف عن الامبيدنس هون. الاحسن اني احاول احول الدائرة كلها اقسمها على شيء معين. راح نسمي هذا الريجن الاول، المنطقه الاولى راح يكون في لها نورماليزيشن خاصه فيها، وراح يكون هون هذا الريجن الثاني، فهذا هون ريجن 2، هذا راح نسميه ريجن 1، وهذا راح نسميه ريجن 3. كل حساباتي الان راح اعملها بير يونت. هذول كانهم على فكره كانهم ثلاث بلدان، لانه في ستاندردز معينه في هذا البلد، ستاندردز معينه في هذا البلد، وستاندردز معينه في هذا البلد. بس عشان اقدر اشبكهم كلهم واعملهم، انا بتمنى هاي تتحول لدائره واحده. والكرنت هذا يصير اي بير يونت، ويصير عندي الفولتج في اي مكان هون فولتج بير يونت، والاكس او الزد هاي تكون ار بير يونت، وزد بير يونت، وزد لود بير يونت. صرت اقدر اتعامل معها كدائره واحده. المشكله هون شو كانت؟ بدي اضل ارفع وانزل ارفع وانزل. هاي اعتبرتها كلها دائره واحده من هون اي بير يونت. اذا بدي اطلع اي الحقيقي في مكان معين، ايش لازم اعرف؟ في اي ريجن هذا الاي موجود؟ واذا عرفت هذا في اي ريجن موجود، بقدر ارجع بعدين واعرف الكرنت الحقيقي اللي موجود هون او الفولتج الحقيقي اللي موجود هون. إذا لازم أعمل قسمة على شيء معين. جماعة الباور اختاروا الرقمين التاليين حتى يعملوا فيهم نورماليزيشن أو بير يونت، اللي هم S و V. فعندي في فولتج هون وفي فولتج هون وفي فولتج هون، هذول سماها البيس. ففي عندي هون S بيس و V بيس. فكل الفولتجز اللي موجودة هون بقسمها على V بيس لهذا الريجن. كل الفولتجز الموجوده هون بقسمها على V بيس لهذا الريجن،
وكل الفولتجز هون بقسمها على V base لهذا الريجن. الباور اللي موجودة هون بقسمها على S base لهذا الريجن, S base لهذا الريجن, و S base لهذا الريجن, وكمان في عندي I base و Z base. إذا عرفنا هدول البيسز من هون صار بإمكاني أقارن مباشرة وأحلل الدائرة هاي per unit, واليونت صارت هون يعني أمبيرز أو per unit. هون رح تكون هذه I per unit, وبعدين بدي أقسمها كأنها نسبة. فعلى فكرة كأنه الI هون بطل صار dimensionless لأني قسمته أمبير على أمبير, صار هو كأنه نسبة من I base اللي موجودة هون. فكان هاي صارت I الحقيقية actual على I base. رح تشوف هلأ هذا له فائدة كبيرة كمان لما نيجي نحكي عن الترانسفورمرز. أسهل بكتير أحكي عن الإمبيدنس تبعته كper unit من أني أحكي عنها كabsolute value. طيب خلينا ناخذ الريجنز دول. رح ناخذ هذا المثال زي ما هو, نفس هذا المثال رح اخذه ورح نحاول نحل, رح نحط عليه ارقام, رح احط ارقام وبعدين رح احله. خلينا نطلع هون على هاي الارقام اللي هون عندي. هون 480 فولت. ايش ال 480 هون فولت؟ لازم تكون مار ان اس على زاويه 0. عندي هذا 1 ل 10, عندي هاي 20 ل 1, عندي هاي 20 اوم, وعندي هاي جي 60, واللود هو عبارة عن 10 على 30. ليش يعني 10 على 30؟ ليش العشرة؟ زد 30 لاجينج ولا ليدينج؟ ما تلخبط. هاي الزد هاي مش الكرنت. حتى الكرنت يكون لاجينج بدها تكون الزد. إذا هذا لاجينج لود, اندكتيف لود يعني. اوكي الكل فاهم؟ تذكر هاي الرسمة, هاي زد زد ال اذا بدك, وهذا اي ال. الاي لاجن, مين سببه؟ الزد اللي كانت اندكتيف. اوكي ايش زاويتها؟ بلس. كل فاهم هاي؟ طيب اذا عندي هلا هاي الدائره, هاي الدائره بدي احولها, عندي هاي الريشو, عندي هاي الريشو, عندي هاي الريشو. قبل ما اقدر ابدا اكمل لازم احسب البيسز لكل واحده من هذول. هلا البيس هون عندي 10 كي في اي. هاي من وين اجت 10 كي في اي؟ اجت من السؤال. اذا افترضنا هون انه البيس فولتج هون 480 والبيس اس لهذا 10 كي في اي. اذا صار عندي الفولتج هون راح يكون 480 على في بيس لهي المنطقه, فهذا صار 1 بير يونت. هلا انا فاهم انه واحد. هلا جيت سالتك سؤال بقول لك ايش يعني 1 بير يونت, شو بتقول لي؟ تقول لي باي ريجن هذا موجود؟ بالريجن الاول. ايش البيس تبعت الريجن الاول؟ 480 زائد 480 فولت. هلا بنيجي على هون وكمان نفس الشيء بنحط هون عندي اس بير يونت راح تكون 1 لانه عندي قسمت على 10000. هلا راح نيجي هون نطلع, بدنا نطلع الاس بير يونت للمنطقه هاي اللي موجوده هون. هلا هذا الريجن اس بيس كمان بيساوي 10 كي في ال, لانه لاحظ رغم انه الفولتج ارتفع ايش صار بالكرنت؟ نزل. فلما ضربت فولتج وكرنت هون وفولتج وكرنت هون اعطوني نفس القيمة. بس لكن عندي الفولتج الفي بيس, انا راح اجي هون اقسم 480 على 0.1 من هون, فبتصير عندي على 0.1 يعني بتصير 4800, وهذا منطقي لانه احنا اذا حاطين 480 هون وهذا عندي ستيب اب, ايش بتوقع يصير بالفولتج هون؟ اذا هذا هون 4800. اذا لو جيت قلت لك عند لحظه معينه الفولتج هون له قيمه معينه بير يونت, لمين بدك ترجع؟ لل 4800 اللي موجوده هون. اذا 480 4800. خلينا امحي هذا الجزء من هون. اذا هاي ايه 20 ل 1. طيب هلا بنقدر نحسب كمان هون ايش بهمني هون؟ زد بيس. اي بيس اول شيء بيساوي 10 KVA على V base اللي هي 4800 فولت. بيطلع معي I base 2.083 أمبيرز. لاحظوا I base له يونت بس I per unit ما إلوش يونت, دايمنشن بس. وضل عندي آخر شيء Z. هلا Z base شو بتتوقعوا Z base راح يكون؟ V base على I base اللي هي 4800 على 2.083 تطلع تقريبا 2304. اذا هذا الريجن كله هي البيس كوانتيتيز الاربعه اللي فيه.
S base 10. وطبعا بامكانك تطلع كمان البيس كوانتيتيز هون. خلينا نطلع البيس كوانتيتيز هون. طلعنا S و V. ايش بقدر اطلع؟ I base هون شو بيساوي؟ S base على V base وتساوي 10 KVA على 480. قديش بيطلع؟ نعم؟ بيطلع 20.8 امبير. واخر اشي Z بيس هون بدها تساوي 480 على 20.83، فبيطلع Z بيس 23.04. انا معجق الشاشه هلا، بنحاول نمحيها ونعيد ترتيبها. طيب هلا الاي بيس مش لازم اعطيها زاويه بالبور فاكتور؟